بانجي عاصمة أفريقيا الوسطى شهدت هذا الاثنين مظاهرات بدعوة من المجتمع المدني طالبت برحيل قوات الأمم المتحدة مونيسكا من البلاد. المتظاهرون اتهموا بعثة مونيسكا بعدم التحرك في مواجهة أعمال القتل التي ترتكبها الجماعات المسلحة. جنود قوات حفظ السلام أطلقوا النيران لتفريق المتظاهرين، وقال أحدهم: لا أعلم ما تقوم به بعثة مونيسكا هنا، وهي متواجدة هنا عندما يتقاتل الأشخاص مع بعضهم البعض دون أن تتدخل، ولقد رأينا ذلك بأعيننا. إن هذه البعثة لا دور لها، ومن أجل مصلحتنا نطالب برحيلها. وكانت هجمة شنتها مجموعة مسلحة في عدة بلدات خارج المدن أدت إلى مقتل العشرات خلال الأسابيع الماضية. يأتي هذا في الوقت الذي تحاول فيه أفريقيا الوسطى الخروج من حالة الفوضى الناجمة عن الحرب الأهلية التي تلت الإطاحة العام 2013 بالرئيس الأسبق فرانسوا بوزيزي.